الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الصليط الاخباري. هي 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 شو عم تعملوا انت وياها؟ حضرتك تاخرت وما عرفنا شو بدنا نعمل، فاضطرينا نلجا لفكره كثير رائجه كثير ناس بيعملوها. شو اللي فكره كثير رائجه؟ ما حدا بيعمل هيك. ايه كثير في ناس بيعملوا هيك. لا ما حدا بيعمل هيك. ليه انا مستمع معايا يا شباب؟ ودلوقتي اللي عنده مشكله نسمع اول مشكله. انا عندي مشكله يا سياده الري، انا فلاح ما عنديش ارض ازرعها ونفسي يكون عندي ارض ازرعها او كده ارض. انا ما يهونش عليا ازعلكم مني، انتوا مش عارفين ان انتوا نور علينا. اه والله حلقه جديده. انا بحكي حلقه جديده، عملية إرهابية جديدة ضد المسلمين، بس هاي المرة في نيوزيلندا. إرهابي أسترالي دخل على مسجدين أثناء صلاة الجمعة وقتل عشرات المصلين. الله يرحم الشهداء ويشفي المصابين. لكن يا ترى ما هي الدوافع التي تقف خلف هذا العمل الإرهابي المشين؟ بسبب وحشية طريقة هالجريمة كان لابد أن نحللها مع معالجة نفسية لندرس أسباب هالتصرف الوحشي. هون صار لازم نشوف إذا فعلاً يوجد رابط بين هالنوع من الألعاب وهالمجزرة الوحشية. يعني كأنه عم بيعمل فيديو جيم، كأنه عم بجرب أنه يقلد حدا. تقارير من وسائل إعلام أمريكية برهنت أن هنالك علاقة وطيدة بين المجازر يلي حصلت بالمدارس الأمريكية والألعاب الإلكترونية العنيفة. آه طبعاً الببجي هو السبب، لأنه اللي عمل هيك أبيض مش أسود ولا بني ولا عربي ولا مسلم، فأكيد في أسباب ودوافع غرغرت بهذا الطفل البريء المسكين الطيب. آراء وجهات نظر، ليش دايما رأيك هو اللي لازم يكون صح؟ لا مش آراء ولا وجهات نظر، هو الزلمة كاتب على سلاحه أيديولوجيات متطرفة بيأمن فيها، وكاتب بيان طويل عريض بشرح فيه دوافعه، وكان بيخطط للعملية، فلا مش آراء ولا وجهات نظر، هو بيحكي عن حاله أنا إرهابي، أنا متطرف، أنا عنصري، أنا كاره، أنت ليش بتدافع عنه؟ لأنه أبيض، مش أسود ولا بني ولا عربي ولا مسلم. آه ها بدي أعمل لك سحر، أعطيني غلبة. شو هاي؟ بيضة. مالك زعلان؟ بيضة. لا بنية ولا سودة ولا عربية ولا مسلمة. بما انه عم بتلوموا الببجي على اليمين المتطرف والاسلاموفوبيا، خلونا نكمل على باقي الالعاب، زي مثلا داعش سببها فورتنايت، الاستعمار سببه مونوبولي، القاعدة سببها امريكا اللي صنعتها وعملتها عشان تحارب الاتحاد السوفيتي، الفساد سببه جي تي اي 4 فاي سيتي، التحرش سببه باكمان. معروفة. هي 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 هي. التحرش سببه المتحرش. ما انا عارف يا مروه، ما انا عارف، بس عم بتمسخر على الاعلام اللي عم بيلوموا الببجي على عمليه ارهابيه. ها على سيره العمليه الارهابيه، هيدي العمليه مش الاولى من نوعها، واللي صار مش مفاجئ، عمليات كتير مشابهه صارت، بس الفرق انها تلقي تغطيه اعلاميه ضئيله مقارنه بعمليات نفذوها اشخاص لون بشرتهم اتكن. لو انه اللي صار مفاجئ ما كانت الاقليات بالغرب بتحس بخوف مستمر وبتتعرض لهجومات دائمه. كتار اللي ألقوا اللوم على ترامب وغيره من السياسيين بسبب خطاباتهم المليانة كراهية للعرب والمسلمين والمهاجرين، وهيدا الكلام صحيح جزئياً، لأنه الدوافع اللي بيستخدموها هود الإرهابيين بعملياتهم هي نفسها اللي بيستخدموها هود السياسيين بحملاتهم الانتخابية، بس الفكر اللي أنتج هيدا الإرهابي هو نفسه اللي أنتج هود السياسيين. الفرق أنه الإرهابي بينفذ هالأجندة بالسلاح، أما السياسيين بالقوانين. اسم الإرهابي برينتون ما رح يصير مرعب مثل اسم محمد بأوروبا، والأستراليين ما رح يصيروا يوقفوا مرعوبين بصفوف مطاراتنا. محمد هو اللي رح يضل ملزم يسمي حاله مو عشان يتقبلوا الغرب. الحمد لله ألف مرة، الحمد لله ألف. اسمي نيكولاس، مش مضطر أغير اسمي بمكان. بس أنت عربي يعني أكلها مثلنا. أنا فاهم هالكلام، فاهم، بس يا ريت كل المغفلين يفهموا، كل المغفلين. شو صاير؟ شوفي هالمغفلين. أعطيني أعطيني هالهذا، أعطيني إياه. إيه لك هذا الصياد تبع نيوزلندا هذا القبلة. ألو ولك بارودي وسيارة وحيط لي كاميرا وبالآخر على 50 واحد 100 عزو شحار يدقوا. ايه ليه خلص لي أمورك كلها هلق بنيوزلندا وتعالى عندي تعاطى ببعتك لمحل ولو ولك شو الرزق فوق بعضه. ولك ايه على مكة على مكة على السعودي ببعتك على الحج. أعطوني إياه هذا المغفل اللي عم بيحكي، أعطوني إياه، أعطوني إياه. ألو يا مغفل، يعني مفكر عشان حضرتك مش متدين وما بتصلي في الجامعة فأنت مش مستهدف من الإسلاموفوبيا؟
هيو هيو يا مغفل. الإسلاموفوبيا أشمل من هيك بكتير، كلنا مستهدفين. أنا مسيحي ومستهدف. والله يعني إذا شافك إسلاموفوبي ما رح يحكي لك بس أستاذي يعني عندي يعني بس عندي يعني طلقة بدي أحطها في رأس واحد، بس حاب أعرف يعني قبل طريقة تفكيرك، خلينا هيك نقعد يعني جلسة حوارية نتناقش أنا وياك. ما حيصير هيك، كلنا مستهدفين يا مغفل. ولا شو بدي يبعتوا على الحج عشان يقتل ملايين المسلمين، رح يشفروها المونتاج. بس أنت عارف منيح شو حكيت أنا، عارف. أعطوني الثاني، أعطوني الثاني، مش انت مش هاد، اعطوني التاني. مين التاني؟ بوطفليقة. بطفطف. شو سمعت انك استجبت للشارع الجزائري ولغيت ترشحك لعهد خامسة بس مديت العهد الرابعة، انه يعني انه انت العبقري. انت فكر المشكلة يعني مع الشعب الجزائري الرقم، انه هم مشكلتهم بس رقم خمسة؟ طالما مشكلتهم رقم خمسة خلص بلاها عهد خمسة، خلوها عهد رابعة. المشكلة مش الارقام، هم مشكلتهم العهدة بحد ذاتها. لو ما عندهم مشكلة مع العهد الرابعة كان ما اعترضوا على ترشحك لعهد خمسة. يا زلمة انت اصلا ليش لهالدرجة متمسك بالحكم؟ انت تعبان يا زلمة، روح ارتاح. انا لو مكانك بروح بعيش اخر ايامي في المالديفز بعمل تانينجز. جد شو سر التمسك بالسلطة لهي الدرجة؟ ولا أنا مع مين عم بحكي؟ أنت مسكين مش عارف وين الله حاطك. هي جبهة التحرير الوطني المتمسكة فيك، بدهم يستغلوك لآخر نفس، عم بيعملوا معاك زي ما إحنا بنعمل مع معجون الأسنان. أعطوني الثالث، أعطوني. مين الثالث؟ مين يعني؟ عبد الفتاح السيسي. أعطوني. ألو سيسي، مال صوتك متغير كده ليه؟ في حد جنبك ولا ايه؟ تتذكر قبل فترة لما طلعت بفيديو حكيت فيه انا لو ينفع اتباع بتباع او لا اتباع او ما بعرف شو؟ لما حكيت بتباع مين قصدك؟ انت كعبد الفتاح السيسي بشكل خاص ولا عم تحكي عن المواطن المصري بشكل عام؟ لا بس هيك فضول. ما تيجوا نتكلم معاهم ونقول لهم لما يكون عندنا عقل متميز هنبعته لكم وينجح في بحث علم ما، ما تدونا نسبة من عقله، ده ابننا وعلمناه عندنا واتحناه لكم. طب ادونا ادونا سيسي. من الواضح انه في عندك لغط بسيط وانا بدي احاول اشرح لك اياه بألطف طريقه ممكنه. مصر دوله مش شركه، اسمها جمهوريه مصر العربيه، مش شركة البلح العصري لتصدير الشعب المصري، ولا مؤسسة بلحكو لبيع ولادكو، ولا مصنع نخيل الحقول لتصدير العقول. على كل حال هذا مو الموضوع الوحيد اللي أنا حابب أفتحه معك في هاي الحلقة. أنت الأسبوع الماضي وين كنت؟ شو كنت بتعمل؟ بتتعمل أكبر مزرعة إنتاج تمور في العالم. إحنا بنعمل كتير، بنعمل كتير لمين؟ لينا، لشغلنا، لحياتنا، لمستقبلنا. بنعمل حاجة زي ما انتوا شفتوا بشكل متكامل. ساعات بشتاق ليوم عشتو وانا صغير لشكلي قبل ما اتغير. ليه بتعطينا اياها على طبق من فضة؟ بتعرف لو انا هلأ بدخل على جوجل وبكتب بلحة وبحط انتر شو بطلع لي؟ شباب بس تخلص الحلقة فوتوا على جوجل اكتبوا بلحة حطوا انتر وشوفوا شو بيطلع لكم، وحطوا لي لايك واكتبوا لي تعليق حلو وانشروا الحلقة بين اصحابكم. وانتوا اعطوني الرابع، اعطوني اي رابع. اي حدا من حماس اعطوني. كل مرة من جهة. حماس لا انا شخصيا ما بدي احكي معكم. مروة بدها تحكي معكم. مروة نيكولاس، نيكولاس انا ما قلت بدي احكي مع حماس، انا قلت بدي احكي عن حماس. انت ايه مش كفاية عليك تجرحني؟ حرام عليك. غزة اللي حاولت تحفر أنفاق عشان تتنفس وخنقوها، غزة اللي حاولت تهرب بالبحر وغرقت، غزة اللي حاولت تنط فوق الجدار وقوسوها وصلت لمطرح ما بقى قادرة تتحمل ونزلت على الشارع تقول بدنا نعيش. أربع شباب عندها عاطل على العمل وجوزها عاطل على العمل، كل البلد عاطل على العمل. أنا مش بحكي باسمي، أنا بحكي باسم كل أهل غزة. كل شيء تعرضت له غزة من 11 سنة لليوم خلى هيدا النهار جداً متوقع. وحماس بذكائها المعهود وبأساليبها السباقة أبهرتنا بفعالية وقوة ردة. جد حماس قمع مظاهرات، جد
يعني عملتي مثل الطالب اللي صار له شهر بعرف انه طلع 11 سنه بس انه هيدا مثال نسبيه يعني. عملتي مثل الطالب اللي صار له شهر بيعرف انه امتحانه بعد شهر، ما درس، ترك حاله لاخر لحظه واخر شيء اضطر ينقل عن رفيقه بالصف. ويا ريت رفيقه الشاطر، يعني واحد من افشل طلاب الشرق الصف. الملفت بفتح وحماس انه كل حدا فيهم ادان العنف عند الطرف الثاني وقمعوا للمظاهرات، كانه نحن لا عنا انترنت ولا شفنا شو مفزعين حضراتهم بالمناطق اللي مسيطرين عليها. في سياق متصل، دانت حركه حماس حمله الاعتقالات المستمره التي تشنها اجهزه السلطه في الضفه الغربيه ضد قيادات الحركه واعضائها ونشطائها. بدور هذا نط قيادات وفصائل العمل الوطني هذا الاعتداء الآثم الذي قامت به ميليشيات حماس. يعني يا فتح، إذا أنت هلقد حساسة وإنسانية وقلبك على الناس بغزة، وأنت يا حماس هلقد حساسة وإنسانية وقلبك على الناس بالضفة، ليش ما منحاول نبدل؟ أنتوا تعوا هون، أنتوا تعوا هون، ونشوف شو بيصير. المتوقع أنه الوضع يضل مأساوي والناس تضل ملزمة تنزل على الشارع تقول بدنا نعيش، بس أنه ما بعرف يعني على سيرة بدنا نعيش. في الأردن في عمال بيشتغلوا مع شركة الفوسفات، ما بيشتغلوا معها بعقد ثابت، لا بيشتغلوا مع مقاول بيجيبهم لشركة الفوسفات لما شركة الفوسفات بدها إياهم، يعني عبودية القرن 21. هدول العمال جزء منهم تظاهر وجزء منهم هدد بالانتحار عشان بدهم عقد ثابت، بدهم أمان وظيفي. الشباب مستأجرين في شركة مناجم الفوسفات اللي له 4 سنين وخمس سنين بحاولوا ينتحروا عشان ما لهم أمان وظيفي ولا ينتج بيت وظيفي. أنا والله مش فاهم، قسماً بالله مش فاهم. شو اللي مش فاهمه؟ الموضوع كتير سهل، هدول العمال بدهم أمان وظيفي، بدهم وظيفة ثابتة وهاد حقهم. غبي يا زلمة، مش هاد اللي مش فاهمه، أنا فاهم الخبر. إيش اللي مش فاهمه؟ أنا مش فاهم ليش الجهات المعنية والجهات المسؤولة عنا في الوطن العربي ليه بيعملوا هيك؟ مرات بحس إنهم قصدين يذلونا وقصدين يقهرونا. ليه يا زلمة؟ ممكن بجوز من هون لتطلع الحلقة تكون حلت المشكلة، ممكن، بس ليش لازم توصل لهون كل مرة عشان تحلوها؟ ليه لازم نموت عشان تسمعوا صوتنا؟ ليه؟ شو اللي هي؟ يا زلمة شو اللي هي؟ تذكرتني قبل 8 سنين لما تخرجت وقعدت أدور على شغل وأدور وأدور وما لقيت، اضطريت بالآخر أشتغل معك. بتحب أحكي لك شو صار قبل 8 سنين وما تزعل؟ احكي احكي. رح تزعل. ما حزعل، احكي. هي شو اللي هي؟ قبل 8 سنوات بدأت الثورة السورية، بدأت تحديدا من محافظة درعا. النظام السوري قرر يحتفل بهذه الذكرى بطريقة الخاصة تحديدا في محافظة درعا، فقرر إعادة تشييد النصب التذكاري للقائد الفذ الخالد العظيم الوندرفول الكول الممانع المقاوم الشهيد الحي الكيوت حافظ الأسد. لبيك لا هم لبيك يحدون الأمل. يعني ليه البيخة؟ يعني جد هاي حركة هاي اسمها حركة بيخة. يعني الجماعة من البداية كانوا واضحين وأسقطوا ونزلوا التمثال الأول، ترجعوا تبنوا ليش؟ يعني ليه البيخة؟ على كل حال، أهالي محافظة درعا تظاهروا ضد هذا النصب وطالبوا بإسقاطه تحت شعار رح يقع. احنا مطالبنا وطرقنا بالمطالب هي طرق سلمية يحميها القوانين والدساتير. الناس هون تجمعت بدون تنظيم اي عفويه، الناس اجت عم تطالب بالمطالب المحققه. بس في سؤال تاني مأرقني صراحه ونفسي الاقي له اجابه، ليه كل التماثيل لحفظ الاسد؟ ليش ما في تماثيل لبشار الاسد؟ جد بيشو، ليش كل التماثيل لحافظ مش الك؟ يعني بيقاوم احسن منك؟ بيمانع اكثر منك؟ مخوف الامبرياليه والصهيونيه اكثر منك؟ ارخص منك؟ قصدي يعني عشان اقصر فتكلفه التمثال بتكون اقل. لا يا نيكولاس، بيجوز الموضوع لانه حافظ الاسد ميت وبثار الاسد عايث. اذا هيك الموضوع شو بدي احكي؟ الله يوفقك يفتح في وجهك يعني. يا رب. وهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لحظه، شو نهايه حلقتنا؟ ما بدك تحكي عن وزير خارجيه لبنان جبران باسيل كيف حكى انه بالمنصب غصب عنه؟ هو حكى انه بالمنصب غصب عنه. والله هو هيك حكى. صديقي جبران، جد غصب عنك؟ طب يا زلمة، طالما الموضوع غصب عنك روح روح. إذا غصب عنك مين ماسكك؟ غصب عنا وبدكم تحملونا جميلة كمان يا أخي، وانت روح، بدي أنهي الحلقة. خذ التلفون. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. تعرفوا شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه الآن كما عودناكم لأنه عودكم دائما أترككم مع فيديو الأسبوع. الأكل أصلا عمره بيتخن، يعني الأكل لو أنا أكلت كتير مستحيل أتخن، ولكن اللي بيحصل بقى ان انا لو انا مقتنع ان الاكل بيتخن، اول ما اكل
انا اكلت كتير النهارده، الاكل هينزل، عشان كده دايما بقولها بطريقه كوميديه شويه، بينزل في الماسوره اللي هنا دي بيدخل في الصندوق اللي هنا، يقوم العقل متسجل فيه ايه ده الاكل، ده اكل كتير يبقى هتتخن، يقوم مخزن ومحولها لدهون. يا خالدي وقف اكل، هيك بتنصح يا ابني ولا شلن؟ هيك بتنصح وقف اكل يا حبيبي؟ زي ما تقول، ما انا بقتنع انه انا لو ايش ما باكل ما بنصح، مش انصح، معروف سيكولوجيا. يا زلمة مين المغفل اللي فهمك هذا الكلام؟ وقف اكل عشان صحتك يا بني ادم. خلص اتركني براحتي يا زلمة. ايه سكت ليه يا ابني؟ انت ما انتش عايز تطول؟ عايز يا دكتور. طب قول. انا مش قصير ازعى، انا طويل واهبل. انا مش قصير ازعى، انا طويل واهبل. كمان. انا مش قصير ازعى، انا طويل واهبل. شفت طولت 5 سم دلوقتي. كان معكم نيكولاس خوري، مروى الحراتي. ساعدوني ساعدوني يا ام. احمد الخالدي، فريق العمل الصليت الاخباري، لنا لقاء اخر. بس لحظه، انا اليوم ما نكتت فعندي نكته. لو فرضنا مجرد فرضية أن هذا النعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ويلبس هذا النعال، أتعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوي؟ أنا أقبل نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظه وديما تاج على راسي. لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك.